بصراحة اليونان هي معضلة منطقة اليورو منذ سنة 2005، واليونان عم تعيش حالة من التقلبات المستمرة، وهي ليست من الدول الرئيسية في دول الاتحاد الأوروبي، وإنما هي من الدول المتأثرة في دول الاتحاد أو كتلة الاتحاد الأوروبي. نلاحظ أن المشكلة ليس في اليونان، وإنما هي في الدول الرئيسية، ألمانيا، فرنسا، ليش المشكلة فيها؟ الدول الرئيسية عم تسعى إلى مصالح خاصة فيها. هناك العملة المحلية بالنسبة لبريطانيا، العملة الملكية، تسعى إلى تحسينها. والآن لاحظنا بالفترة الأخيرة وصول الأسترالي بحدود 1.58، ومتوقع له أن يصل إلى 1.62 شو في قصدك الأسابيع. بأنه عم يجربوا يحاولوا يحسنوا العملة؟ عملات محلية على حساب مصالح العملة المحلية أو العملة الدولية لمنطقة الاتحاد الأوروبي، هي منطقة اليورو. اليورو عم نشوف أنه بين فينة وأخرى عم يتعرض لعثرات. مرد هذه العثرات الدول الضعيفة كاليونان، إسبانيا، البرتغال، إيرلندا، وأحيانا إيطاليا. بالرغم من حملات الانتعاش أو الضخ النقدي لهذه الدول بعمليات إصلاحية مقيدة من قبل صندوق النقد الدولي، نلاحظ اليونان بالفترة الأخيرة كانت ممتنعة بقرار أثينا من تسديد أو عاجزة عن تسديد 1.6 بليون يورو لصندوق النقد الدولي. طب هلا نحن في عنا على اخر الشهر حوالي المليار ونص مليار تقريبا، فاصلة ستة، صحيح، لصندوق النقد الدولي، وعلى ما يبدو انه صندوق النقد الدولي في عنده نوع من التشدد بانه ما رح يعطي مهله تمديديه لليونان. اليونان عبرت سيبراس بصراحه، رئيس الوزراء اليوناني طلب من الصندوق بدمج 4 دفعات بدفعه واحده، الا ان هذا غير ملحوظ بتاريخ صندوق النقد بس الدولي. هو قانونيا مسموح، مسموح منذ 30 عام تم مثل هذا الإجراء، ولكن بالنسبة لصندوق النقد الدولي هناك موافقة من قبل الأعضاء الثلاثة، يعني الأعضاء الأكبر في الصندوق، ولكن خطة سيبراس بالنسبة لأوروبا كثير مزعجة، يعني أنه ما يقدر يسدد 1.6 بالمرحلة الحالية، ممكن انه على المدى البعيد انه يؤدي الى فناء اقتصاد اليونان. دكتور، يعني معروف بانه اللي عليه ديون هي مش مشكلته لحاله، وانما ايضا الدائنين. هذه النقطة سنعود اليها، ولكن اسمح لي ان اخذ فاصل قصير ونعود بالفعل لمناقشة هذا الموضوع.